عندي التليفون معانا كل والدة حاجة. طفل اسمه أحمد محمد الطني، عنده كم سنة أحمد؟ 9 سنين و6 شهور. طيب قوليلنا أحمد بيعاني من ايه؟ هو عنده ضمور في الفص اليمين كله من كله، أوله. تمام. الشخص في الطب هو شلل دماغي، يعني سي في. في الأول بقى ده أدى للضمور في بقية في بقية جسمه كله، لا بيمشي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، وطبعا بس هو العلاج فهمنا، بيفهم. انت فاهم بتقولي لما رحنا جلسات تخاطب، من عن طريق جلسات التخاطب. جلسات التخاطب طيب بس. احكي لي كده بداية مولدتي أحمد، وظهرت عليه الأعراض ازاي، وعرفتي ازاي ان هو ضمور؟ هو انا اتولد نزل ساكت، فالدكتور قال لهم ده عادي، يعني عشان هو صغير وكده يعني عادي، ما فيهوش حاجه، هو كويس، ما فيهوش اي حاجه، هو كويس. جه 3 شهور فلقيت دماغه بتتهز كده، مش ثابته زي الاطفال بس. فروحنا بقى الدكاتره، رحنا في المنصوره يعني ورحنا في الدكتور بتاع اسكندريه، الأطفال اللي كان المفروض يكشف عليه ما ما عرفش قال، حالته، ما أو قالش حاجه، قال هو كويس، ما فيهوش حاجة، ما ظهرش هو فيه حاجة. كلهم قالوا ما فيهوش اي حاجه في الطفل، الطفل كويس. وكل دكتور مخ واعصاب رحت له، كل ما يشوفوه يقولوا ان ديت غلطه في الولاده، نقص اكسجين، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي والدك واللي كانوا معاه، يعني معروف، لان ده بتعرف، بيشوفوا الطفل بتعرف. ما دخلش حضانة ما ولا حاجة. دخلش حضانه، كان المفروض يخش حضانه بس ما دخلوهوش. طيب بدأتي رحلة بقى العلاج ازاي؟ دكتور والده اول بيشتغل ايه؟ صياد. يعني ارزاق على بابا الله. دكتور عنده ايمن اخوات جالهم؟ احمد؟ لا ما فيش غير هو بس. هو بس. رحنا لدكتور ايمن جالهم، قال لنا لازم يعمل جلسات علاج طبيعي وجلسات تخاطب. كل بقى ما حد يكلمنا على دكتور، دكتور في اسكندريه روح، دكتور في القاهره روح، دكتور في المنصوره روح، اي حد يقول لنا على دكتور بنروح. بس كل الدكاتره كلامهم واحد، هو ان ضمور هو الضمور، ضمور وملوش علاج. ضمور وعلاجه العلاج الطبيعي والتخاطب. وطبعا لو هو علاج تاني هيتكلف مبالغ كبيرة وانتوا مش عارفين. في ناس قالت على عمليات بس احنا ما عملناش. في ناس قالت على عمليه، في دكتوره قالت لنا في العلاج الطبيعي اسمها القطبي، قالت على عمليه تتعمل في الظهر، تقريبا بياخد 7 ساعات جوه في اوضه العمليات، بس بمبالغ كبيرة يعني. بمبالغ كبيره. وانتوا الحالة الاجتماعية ما تسمحش. وفي نفس الوقت في خوف برضو، يعني في خوف من العمليه، يعني مش مضمونة يعني، قالت لكم كده. لان في اطفال عملتها بس تقريبا اتوفوا، او كان في حاجه يعني بسيطه والحاجه زادت، يعني التعب زاد بعد العمليه. طب قولي لي يومك مع احمد بتقضيه ازاي يعني؟ قعدي بنصحى الصبح اقول له هتفطر، يفطر. فطريه. وبعد كده ازقيه شويه ميه، نقعد مع بعض، يشوف طيور الجنه، بس قبل ما تروح طبعا، لان طيور الجنه راحت شالوها. بشرب بشرب انا ما ببرونه، بشربش ما بعرفش طبيعي، ولا بعرف يضعضع اصلا، لانه كمان ما بيعرفش يمسك حاجه ولا بعرف، يعني. اصلا هو ما فيش اي حاجه. الضمور في كله، بس كل هو فاهم، هو بيحرك كده، ايه اللي هو عشوائي، حركه لا اراديه. لا اراديه، لكن هو فاهم انتوا بس بتقولوا هو له ايه. فاهم، هو فاهم ان احنا كده مغيرين وهنروح بعض. هيخرج. هو كده هيخرج، طالما هو لبس هدوم لبس هدوم الخروج خروج ولبس يبقى الكوتش يخرج. هيروح باي. بتفطريه وتقعدي بقى يعني؟ انت مالهوش اخوات، فانت لا بقى ملهوش. مكرسه كل يومك ليه. من ساعه ما قعدت بعمل له تمارين على قد في البيت. هو كده احمد عنده كام سنه؟ احمد عنده 9 سنين ونص، ماشي في 10 سنين. طيب انت بقى بتوجهي رساله للرئيس السيسي بمناسبه المبادره اللي هو اعلن عنها، اللي هو هيتولى الملف بتاع حالات الضمور، تمام. هتقولي بقى ايه؟ نجد الرئيس تقولي له ايه؟ اقول له يشوف الاطفال دي لو ليها اي حاجه يعملها لهم، لان هم يعني هم لا بيعرفوا يتكلموا ولا بيعرفوا يمشوا ولا يعني لما بيعيطوا احنا ما بنعرفش هم اصلا عاوزين ايه، يعني في اوقات كتيره ببقى فاهمه احمد عاوز ايه، واوقات تانية ما ببقاش فاهمه، ايوه مش عارفه هو عاوز ايه. طبعا الرئيس اب لكل المصريين. طبعا. وهو فبنقول له يعني مناشده من ام قلبها فهو وضعها على دماغها. لو هو حد ليه كده طبعا مش هيسيبه طبعا، هو فهو يشوف. وهو طبعا اتولى الملف بالكامل، وان شاء الله يا يشوفه رب بس، يبقى في هناك نقدر استجابه،
طيب انت، انا سمعت منك برضو قلتي لي ان احمد انت كنت بتنزليه على الجلسات وانت، لكن بدأ يقع منك، تقل عليكي، تقل عليا، فبقيتي بالتالي تقعدي اتقل. في البيت وما بقيتيش فما قادرة قدرتش تنزلي بيه. انا الوقت نفسي انزل جلسة واحدة بيه، ما عدتش قادرة. وطبعا بابا صياد ارزاقي، بيصحى الصبح بدري بيروح شغله تمام. عشان يوفر قوت يومه، عشان يجيب وبرضو له اكل وشرب، يجيب له. وعشان يساعدني في مصاريف الجلسات والكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله نجد استجابه يا رب كبيره من الريس يا رب وتتحقق لك امنيتك، يا رب وربنا يشفي لك احمد يا يا رب، رب ربنا يشفيهم باذن جميعا يا الله رب. كده نشوفه. طيب بمعنى والد احمد، انت عارف بحضرتك محمد طريق محمد عامر صياد مش كده؟ صياد. ايه يعني، هنقول احنا خلاص عرفنا الموضوع كله من والدة احمد، تناشد الريس تقول له ده الرئيس، يعني بنتمنى ان يكون في اي حل للاطفال اللي زي احمد كده، مساعدتهم يعني في العلاج وكده. مش عارف من غيرك. وطبعا هو احنا عشمانين في سيادة الرئيس، يعني ان راجل هو محترم أبوك وراجل حنين، هو ابونا يعني، بيبص للغلابة، هو دايما باصص ودايما للغلابة. بيبص للناس الغلابة يعني. ربنا يقدر على فعل الخير. يا رب.